ان شاء الله بعد العيد هنبدا على حاجه. طبعا عندنا الجزء الثالث موضوع عائلي اهو خبر حصري. الجزء الثالث من موضوع عائلي. طبعا المسلسل ده احنا كنا حبيناه جدا، واستاذ ماجد الكدواني وحضرتك كلكم كنتوا عاملين يعني مسلسل كوميدي اجتماعي يجنن. الحمد لله. وكل ما كان اي حد يقابلكم يقول لكم الجزء الثالث امتى، الجزء الثالث امتى. اخر كلام، هتصوروا بعد العيد؟ هنصور بعد العيد بفتره، مش بعد العيد مباشره. اوكي، بس بالفتره دي اللي هنحت في نحتاجه كبيره اهو. في نحتاجه كبيره. خلاص، يعني انتوا بعد العيد هتبداوا التحضيرات ولا هتخشوا تصوير؟ بص، خلاص حضرتك. قولي مثلا التصوير ممكن يبقى شهر 8 اوكي او 9. طب حلو قوي. قبليها هيكون فعليا انا منجهز لحاجه ان شاء الله، ان شاء الله السنه الجايه مع نجمه انا من زمان بحب اشتغل معاها. وعمل ان شاء الله هيطلع حلو باذن الله، باذن الله. ليه انا بقول لك؟ غالبا احنا بنقول العمل حلو بناء على اللي هتعمله. حاليا على الورق العمل يجنن، وانا من يعني نادرا، يمكن الزملاء والاساتذه الفنانين يتفقوا معايا، ان نادرا ما تقرا عمل تحب الحوارات. الحوارات بتاعته مش مكتوب والله كله على نفس واحد، لا، الدكتور ليه حواره، المهندس ليه حواره، الشحات ليه حواره، العامل العادي ليه حواره. ده فيديو ولا فيلم؟ مسلسل. مسلسل، مسلسل. ده هيبقى اوف سيزون صح؟ ده 8 حلقات. لا، منصه منصه. مع فنانة. طب سنها ايه؟ كبيرة صغيرة؟ مش هقدر اقول سنها. مش هضيع منك الشغلانة. وانت امرأة، هل تسألين عن سن امرأة؟ بص، ما ده السواد بتاع الستات دلوقتي، انا بضيع منه الشغلانة. هو قال لي في شغلانة جاية لي، قلت ايه، انا اتفقت مع الحاجة قبل ما اجي عشان اخليك تروح تقعد جنبها. قلت اضيع عليك الشغلانة. لا لا، نجمة بإذن الله، بس لسه احنا بنتكلم وكذا. وانا شفتها في حفل جوي اوورد، هي كانت موجودة هناك. اوكي. و من الناس اللي شفتهم في حفل جوي اوورد على فكره، استاذه منى شلبي، انت مش فاهمه دي الانسانه قد ايه انا بحبها. وانا اي نجم عادي انا يعني بقول له بص انا بحبك جدا، فاهمه؟ فانا بدور على الست بتاعي، بصيت كده اللي هو العيون التقت مع بعضيها. اوكي. اللي هو ايه ده، منى شلبي قدامي؟ فهي تقول لي انا بحبك، كلمت احمد الكون. قلت لها بصي انا بقيت على عشان مش قادر، انا مش انت بتقولي الكلام ده، انا مش شغل قريب مع منى. يا ريت هي ترضى. يا ريت. يلا يا بني، يلا يا بني، يلا يا استاذه. يلا يا استاذه. يلا يا استاذه. يلا انا مستعد. ما حدش